يا ترى انت فين يا قلب غنيمي؟ فايتنا لمين يا منصور؟ وحشتنا طلتك. ميت الرجوع، حترجع يا منصور؟ من بكرة تروح يا كريمة، غيبتك طولت والأرض والبيوت اللي هناك محتاجة رعاية. من غير ما تقول يا حكم، هاخد أحمد وطاها ونرجع البلد. بس كنت محتاجة أغلي ورش. يعني إيه؟ عاوزني أمشي؟ أخد حلال ربنا الأول. ما الحلال كتير، البسبوسة حلال، الجاتو حلال. عايزة ورث يا حكم. ورثك ايه يا اختي؟ انت مش خدت الكام فدان؟ عاوزة ايه تاني يا كريمة؟ عايزة البيت القديم. واه 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 يا بنت امك، عاوزة البيت الكبير؟ ده خرابة. الخرابة دي بقيت على وش الدنيا قدام الطريق الجديد في سوهاج، 8 المتر بجيب الشيء الفلاني. وانت عاوزة تكوش على البيت وحدك؟ ما انت ما صبرش لما يرجع اخوك وعاوز تكوش بدري بدري. واخويا فين؟ انت فين يا ابو هيبة؟ ربنا يرجعه بالسلامة. بعد الشر من اخبار السوء، اخويا راجع راجع. عرفت منين انت كمان؟ من حلم اياك. عرفت من اخوي. اخوك مين؟ كلمك ولا ايه؟ يا ريت تروحي له. ليه؟ هو انت عارف هو فين يا حكم؟ يا ريت اعرف، كنت ارتحت. حديك البيت يا كريمه، ايتها خدمه تاني؟ تديني عقد البيت الصبح امشي. ماشي ماشي. عاوزة ايه يا صباح انت كمان؟ انا مش هتنقل من هنا الا لما اخويا يرجع. خليكي قاعده كده عامله زي جوزك، لا خير ولا شر. اخويا راجع راجع. يبقى من هنا لحد ما يرجع اخوكي ان كان راجع، ما عاوزكيش تجي القاعه دي هنا يا صباح. الله الله الله، ايه النشاط ده يا ابو عطيه؟ كل يوم اجتماع، الله اكبر عليك. اقعد اقعد يا فالح. ما قادرش، عاوز انام. بقول لك تاجي تبقى تاجي. كل واحد يشوف حاله، ما عاوزش رط في الكلام. روح يا خلف على شرم. وانت يا عطيه، أنا موافق تتجوز بنت الوزير السابق. أيوة كده. وابقى شوف ليها أخت ولا حاجة عشان أخوك ماهر. لا يا أبو عطية، سيبك مني وخليك في خلف عطية. رايح فين؟ لسه دورك جاي يا ماهر. دوري جاي فين؟ عمي راجع. عمك مخه طار. اللي شافه قلبي خترف. أنا جاي أسلم قبل ما أسافر الفجر. هون عليكي بردك يا كريمة، هون عليكي كريمة. تسيبيها وهي كده؟ أنا محتاجاكي. ما تخافيش، منصور راجع.
بإذن الله منصور راجع، هيرجع. لو كان جرالو حاجة كان قلبي حس. برضك الأولى أقول له يا ماما حكم. عملت معايا الواجب والله يا أمه. منصور بيصطاد سمك من البحر. ضحكتيني يا أم حكم. أنا مش أم حكم، أنا أم منصور. أنا ولدك الكبير. لا كبير ولا صغير، أنت جاي ليه؟ هلحلحك من هنا. كفاكي 30 سنة راكدة على الكنبة. عايز تاخد الكنبة اللي جايبها لي منصور؟ هنزلك تحت في أوضة الجنينة. الدكتور بيقول لازم عظمك يسخن في الشمس. أنا مش هطلع من هنا إلا على ظهري. قولي يا رب. تفو عليك. يلا يا جماعة نزلوا أمي على أوضة الجنينة، أوضة ربيع. أنا مش هطلع من هنا. منصور الحاج لي منصور. يا منصور حكم، محدش يدخل المتحف ده إلا عمي. أنا وارث يا واد. بس عمي عايش ما ماتش. لما ياجي أنا وأخوي نتعاتبه. أنت مالك؟ أنا حارس البيت ده لحد أما عمي ياجي. غور من وش لطخك. قلت لك يا حكم محدش يقعد في المتحف ده الا عمي. ما شاء الله سمكة بحر مالح يا أمي، شكله حلو قوي. ولع البابور هنتغدوا سمك بحر مالح. استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. ممكن أشرب الشاي مع عمي؟ جرحك طاب يا مهد. رصاصة طيشة. ما
رصاصة حاجة مغدارة. ربنا نجاني. خد قبل الشاي ده بقى. زي زمان يا عمي. اتطفح وبطل رطيات. يا سبحان الله يا سبحان الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده. سبحان الله. الله يجزيك أما اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. جيب شوي كمل. الله يجزيك أما